طيب هل في الفوائد حلقة التمر غير هذه حاطينها هنا ولا لا؟ بس هذه الفوائد كلها هنا وأنواعها بالنسبة لأنواعها كلها عندنا أخصائي بيتكلم عنها بالطريقة إن شاء الله. ممتاز عشان يعطيك نسبة السكر والفوائد اللي فيها. كامل. كل أنواع التمور ولا بس اللي مشتهرة هنا شقرة؟ المشتهرة هي شقرة. في من ضمنها المجدول ولا حطيته ولا لا؟ أول أخصائي عن بالطريقة. موفقين ومعانين. شكرا لك. الله يبيضوا وجيك ويعطيكم العافية. اعتدنا خلال الفترة هذه على ما يتعلق بكبس التمور للغير لكافة تقريبا سواء كان على مستوى المحافظة وهذا هو الهدف الأساسي اللي وضعناه لإنشاء هذا المصنع أو كذلك للمحافظات والمناطق الأخرى. يعني الحمد لله كثير الآن من كم إنتاجكم؟ إنتاج السنوي 15,000 الآن طن ولا فهم. السنة هذه تقريبا حوالي 12. ليش قل النسبة؟ لا الطاقة الإنتاجية عندنا 15، عندنا تقريبا الفترة هذه وصل إلى 12,000 الحمد لله. وأنواع التمور وش أعلى نسبة عندك من أنواع التمور؟ خلاص طبعا يظهر هو النسبة الأعلى بالنسبة للمشهور على أساس أنه مشتهر المنطقة فيها. لكن في بداية الموسم يظل السكري هو الأفضل كذلك التمور اللي وأكثرها إنتاجا، بس طبعا ترتكز على وش الرغبة؟ الخل في الكتالوج يعني. الرغبة وش هي؟ الرغبة السكري كيف؟ الرغبة وش الطلب عليها أكثر شيء؟ هو بالنسبة للخلاص يظل هو الأكبر. إذا جينا بالنسبة لبداية الموسم السكري يظل حقا مطلوب بشكل كبير، وكثير من الأخوان كثير حقيقة من سكر البصيم هم اللي يجون يكبسون هنا. فيه. طبعا احنا في توجهنا في المصنع لا فيك تركيزنا الأساس على التصدير. احنا عندنا مكتب تصدرون وين؟ يعني أكثر شيء دول الخليج؟ لا أكثر شيء خارج المملكة؟ خارج المملكة. وين؟ يعني نصدر لإندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، الولايات المتحدة مثلا، فرنسا، إيطاليا، النمسا. هل تصدرون للدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي؟ نعم، بريطانيا سنويا نيوكاسل في رمضان جميع المساجد فيها احنا مغطيناها في الفترة هذه. مصنعكم عندنا هنا ولا لا؟ إيه على طرق الشيكة. إيه طبعا. ما عندكم أي مشاكل الحمد لله؟ تحتاجون الحمد لله. لا دعم ولا شيء ترى نحن والله ما نستغني، لكن الحمد لله أبشر كل الأمور ولله الحمد ميسرة، وهذا الحق بفضل الحق الجميل. موفقين ومعانين إن شاء الله. الله يسعدك ويبارك فيك ويسرنا ويسعدنا أن نشوف عيال الوطن وهذه النخلة المباركة بإذن الله. أنكم تنتجون إن شاء الله أكثر وأكثر، ما نبي الحقيقة الإنتاج ينزل لا يبغاه يزيد، وهذا اللي إن شاء الله نسعى له ونتمناه بإذن الله تعالى. وإذا هذه الحاجة تمر الحاجة من المعينات الحديثة عن مصر. شكرا لك. هلا اسمها التوعية الصحية طال عمرك المواطنين. طال عمرك عندنا هنا مجسمات للأطفال بشكل مجسم على شعار بلدية شقرة. هذا فيها نفسه؟ اي نعم، هذا مجسم تركيب على النخلة. نعم. الحقيقة احنا نبغى نبرزها من خلال المعرض هذا، حبينا ان نعطي الاطفال جزء من الاهتمام هذا. نعم. بحيث نسوي لهم تركيبة على شكل شعار البلدية الجديد. اهم شيء انكم تعلمونهم المحافظة على النخلة وعلى البيئة ونظافة البيئة. اهم شيء بلا شك. صحيح. الزملاء معنا في القسم الصحي، احنا طبعنا بروشورات للتوعية لتوعية الزوار المعروف. هذه طال عمرك تذكار بسيط بمناسبة عمي افتتاح هذا تذكار البلدية. مناسبة تنشين هويتنا الجديدة. جميل. موفقين ومعانين. الله يعطيك العافية. حقيقة الهوية الجديدة احنا يعني كان بودنا ان نبرزها بالالوان، اللون الذهبي واللون الاخضر اللي هي الحقيقة اللون الاخضر لون العطاء، ولون ايضا علم المملكة العربية السعودية. الله يعزها. وشعار السيفين والنخل هذا شعار المملكة العربية السعودية بلا شك. احنا حبينا ان نرمز في الشعار ان يكون في تموجات حرف الشين ترمز الى النفود والطبيعة اللي متميزة فيها محافظة شقرة. ممتاز. فيها تاريخ تأسيس البلدية حيث ان منذ القدم واحنا موجودين ويقدم الخدمات للمواطنين في ظل أهم شيء أنه يكون في حرص وعي للفئات الآن الشابة، لأن تعرف
نسبة سكان المملكة الآن نسبتهم 70% من شباب المملكة، وهذه رؤية سيدي أدام الله حياته ولي العهد الله يحفظه، هي طال عمرك تعتمد على الشباب، فيجب أن احنا ننشئ الشباب للمحافظة على البيئة والمحافظة على الشجرة والمحافظة على النخلة، وتكون البيئة في أحسن هيئة، لأنه لا بد أن يكون هناك تعاون من جميع الفئات، لا يخص قطاع بس فقط البلدية، لا جميع القطاعات شاهد. تشكر الله يحييك يا موفقين من تدشين الهوية الجديدة إن شاء الله، بدل الانطلاقة الجديدة على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات. موفقين إن شاء الله، شكرا لكم. كلش عندك إن شاء الله. هذا منتجنا مع مشهورين بالخلاص حنا و كبيرة مقلافة. شكرا انا توني متفاجئ برضه السكر كلها منتجات مزارع كلها هنية. نعم، وحسب شروط هيئه المواصفات هيئه الغذاء والدواء. نعم، قصدي هيئه الغذاء والدواء. نعم، احنا زراعتنا نظيفه حاليا من المبيدات. موفق ومعان، بيض الله وجهك. الله يبارك فيك. شارك بعض المنتجات الابتكارات اللي موجوده عندنا. هذا طال عمرك رطب مخلل، ممكن تتذوقه طال عمرك. بس عليه طلب؟ ها؟ عليه طلب؟ إلى الآن ما بعد ينزل سوق، هاي الآن في المركز انتج. هذول خلاصة ولا وشي؟ الشهر، نوع الشهر. أفكر أنا ما أطلع له في الحسن. لا ما أروح. هذا طال عمرك الكرسون والشابورة. هذا التعامل مع مخبز وشي. هذه ما فيها تمر. هذا اي بالتمر، ما فيها سكر. جميل، يعني انتاجكم التعاون مع مصنع. ايش اللي حطينا فيها مع البودره؟ ايش التمر ولا البسر؟ احنا حطينا فيها بودره التمر كبديل طبيعي للسكر الابيض. هذا المطلوب، هذا صحي 100%. هذا صحيح، مجاني ممتاز يعني بدون اي مقابل. هذا كرسون طال عمرك بالتمر برضه، بيعملنا متاي. هذه معموله لك طال عمرك. شكرا. طبعا عندنا مجدول. مجدول عندكم في الحسا؟ عندكم؟ هذا طال عمرك بنك الاصول، اكبر بنك اصول في العالم، 115 سم، فيه المجدول وفيه ال ونفي في الحسا. في الحسا اي في المركز. هذا عمل لكم تنويع، هذه العجوه داخل. جميل. هذا شلبي من العراق، عملناها خصيصا اهداء لك طال عمرك. تسلم. العسل هذا انتاجكم ولا دبس التمر؟ لا منتاجنا. دبس التمر؟ اي دبس التمر. اي تنتجونه في الحسا؟ في الحسا في نفس المركز يعني. ممتاز. كميتكم كم تقريبا تنتجون في السنه تقريبا؟ يعني احنا ما في يعني مش للانتاج، ولكن يعني للمركز يعني كنوعيه او عينه يعني. انا سعيد اولا، ودي ان شاء الله اجيك مره ثانيه بس بدون الزياره عشان اطلع عليك. موفق وتشكرون على الله يسلمك ويبيك. احنا سعيدين بالمشاركه معنا، وهذا المأمول ومطلوب. وفي اصناف كثيره والله. ازياء وقت ثاني. اي الى وقت ثاني. هذا الكاتشب طال عمرك. ممتاز. أنا لك زيارة ثانية الله على الإنتاج الطيب. تفضل يا عمي. هذا السكر ترى زين، ما في زين لأصحاب السكر. إيه يعني لا فيه السلولوز، فيه بس الجلوكوز وفركتوز. ممتاز. الله يسلمك. زيارة لك، تشكر. إن شاء الله، الله يسلمك. وينكم في محلكم؟ احنا في الرياض الله يحييك طال عمرك. في الرياض؟ الشركة في الرياض طال عمرك. إي نعم. أنتم والإنتاج وين تجيبونه؟ الإنتاج طال عمرك من القصيم، وعندنا معمل موجود الآن في الرياض طال عمرك، ويكون عليه سيدات سعوديات. شو الأنواع اللي تنتجونها؟ احنا ننتج التمور محشية بالشوكلت. كلها محشية، ما تسوي شيء سادة؟ لا ما نسوي سادة، سادة طال عمرك. عليها طلب؟ كثير بشكل كبير جدا. ولذلك فتحنا السوق طال عمرك على كوريا ولله الحمد، ثم بعد ذلك على اليابان وماليزيا الله يحفظهم. موفقين ومعانا. الله يسلمك طال عمرك. نفخر فيه ان احنا نشوفه. الله يسلمك. ان شاء الله يستر العالم كله. يا رب يا كريم يا طال عمرك. قوه. انتم وين؟ ما شاء الله. ونعم ونعم. عندنا معمول، عندنا كليجه، عندنا كليجه توفي.
شكرا. وش انواعك الحين؟ احسن شيء في المعرض هذا اللي يعرضون اغلبهم سعوديين الحين شباب. هذا اللي احنا نفرحه، هذا اللي ان شاء الله التوجه احنا نشوفه ونبيه طال عمرك. وهذا حرص الله مولاي خان حرص سمو سيدي في الرؤيه 2030 انها عيال الوطن وابناء الوطن هم اللي يعملون في كل القطاعات موفقين ومعانين. موفق ومعانين. حياك الله شيخ حمد الله يحفظك. هذا جناح خاص بدار تراث الوشم خاص عن النخيل والتمور في المملكه العربيه السعوديه. هذا مثلا معجم النخله للشيخ محمد العبودي، جميع ما كتب عن النخيل والتمور. هذا الكتاب لـ50 سنة مؤلف، النخيل وتصنيع التمور في المملكة، إصدارات وزارة الزراعة. 50 سنة؟ 50 سنة من عام 91. ما شاء الله. وهذه مجلات خاصة. هل جد هل أحدث بعده ولا؟ ما أحدث، هذا إن شاء الله لو نسعى إحنا لتحديثه. لا يمنع. هذه طال عمرك المجلات خاصة توعية. كلها عن التمر. الصور هذه. كلها يعني مأخوذة من الأطالس والخص يعني عناية بالتمور ومواسم. الله يحييك تسلم طعم. وشكرت من بلجيكا ومن سويسرا كله، وهي يعني تصنيع محلي الآن. ما شاء الله تصنعونها هنا؟ نصنعها هنا كله بالحشوات بالأشياء بكل شيء. هذا الكيك كذلك تصنيع ومنتجات فيها أنواع واجد، بس هذا طبقة يعني مرتفعة ويكون يعني بامتياز الدرجة. صنعينه هنا كله. سلمك أهم شيء أنه يكون من أبناء المنطقة وبنات المنطقة، أنه يكون العمالة الوطنية، هذا أهم شيء نبغاه ونسعى. هذا حنا اللي نسعى له. موفقين ومعنا. حياك الله. ما شاء الله. هذا العجوة ما شاء الله. وعندنا العجوة وعندنا قهوة المهنة، مو علشان مهنة بس نفتخر انها من شكل. عسى عليها طلب؟ عليها طلب سحب ما شاء الله من العصر. لا. وعندنا الطحينة كله انتاج من تبع المؤسسة، مؤسسة باسقات الخير. ما شاء الله. طحينة ودبس خالص صافي. وايضا الطحينة دبس صافي 100% السمسم. موفق ومعان. الله يحفظك. نطمح للمزيد وان شاء الله نشوف الاكثر والاحسن والاجمل. الله وشكرا يعني حقيقه ما توقعناه، شاركنا في القصيم وشاركنا كل جميع كل المملكه لكن بتعجبك يعني جميع يعني حقيقه خدمه هنا وجدناها ما بعدها خدمه. ان شاء الله تشوف الازود والاحسن. الحمد لله ابشرك الحمد لله. شباب وعساكم طيبين. الحمد لله. هلا مرحبا. الله يحييك. نشوف الزود والزين بس دايم. الله يحييك. تفضل اقعد. لا شكرا. المهم نشوف الزين بس اهم شيء. الله يحييك. ميا الله يبارك فيك. امين وياك. سلمني على الاخوان. الله يبارك فيك. شركة الوطن الزراعية أحد شركات الشيخ سليمان الراجحي، أكبر أول منتج للإنتاج العضوي في الشرق الأوسط، وحصلنا عدة جوائز وشهادات خاصة في زيت الزيتون، أخذنا شهادة بايرن على مستوى مسابقة اشترك فيها 200 شركة على مستوى العالم. مستوى العالم؟ أي نعم. أخذناها 2019 و18. ما شاء الله. الحمد لله. لعل إن شاء الله السنة هذه بإذن الله تعالى. موفقين ومهاني ونفرح. الله يبارك فيك. ويشرفنا زيارة. موفق ومهاني. الله يحييك. شكرا لك. ما أعرف اسمه. ما تعرف اسمه. تعرف أبوك؟ من هو؟ من أبوك؟ فندق. شاطر. عساك شاطر المدرسة. إي شاطر. شاطر المدرسة. تحب المدرسة؟ ها؟ أكيد شاطر. لك شاطر عشان شوف. عارف أنا ما سألت إلا عارف. كيف الحال؟ طيب موفق ومعاه. عسى إن شاء الله يوفقك ويعين. الله يوفقك ويعينك شكرا بالعافية. جناح متميز ما شاء الله. دائما دوم اليوم ان شاء الله اليوم دوم اليوم. موفقين. السلام عليكم قوة. يقويك وشفتوا من شيقين ونعم. عسى ان شاء الله عندكم انواع كلها. ما يحتاج. الله يقويك موفقين ومعانين. الله يحييك. قوة. اليوم بادية الله يوفق السعيد إن شاء الله يبارك لك في صحتك وفي مالك وفي الأكل الطيب إن شاء الله. مش أنت حاطة جبتي حنيني ولا ما جبتي؟ وراك هذا وقته. ها أنت مفروض موفقة ما أنت عاملي شيء.
الله يوفق سعيد. السلام عليك. قوة. كيف الحال؟ شلون؟ توكم بادين اليوم؟ موفقين ومعاني إن شاء الله. تصنعون؟ عندنا ذرة بالصوص الأبيض وعندنا سلطة الديكوس. إن شاء الله موفقين ومعاني. السلام عليكم. حيا الله هنا. كيف الحال؟ ساعد سعيد اسم موفقه يبارك لك في مالك وصحتك ويعطيك القوه والعافيه ان شاء الله. موفقه دائما. كلش زين؟ كلش زين والله. الله يعطيك العافيه. مشكور. الله يعطيك العافيه. شو تصنعي يا امي؟ شو مرقوق وكشري. الله يسلمك ووفقنا وياكم. امين. شكرا يا امي. شكرا. شكرا يا امي. شو اللي تصنعونه؟ كشري وجريش ورق عنب والكودو والزخم والسنجرون. موفقين ومهانين. ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟ لا والله يعطيك العافية. يعطيك العافية ما يقصر. شكرا لكم. السلام عليكم. شو اللي تصنعونه انتم؟ كوكيز وورق عنب. شغلكم؟ ايه. كله؟ ايه. ما شاء الله. انت معهم خواتك؟ الله يوفقكم ان شاء الله يساعدكم ويعينكم ان شاء الله. موفقين وعلى راسي. الله يقويكم. بيض الله وجيهكم. شكرا. حياك الله. شو تصنعين ما شاء الله؟ كلها زين. الله يقويك. شغلك بالعافيه. جعلها ان شاء الله صحه وعافيه. تقوت عشان تبارك. الله يجعلها ان شاء الله مبارك بك. الله يسلمك. شغلك وطيبه. شغلك ان شاء الله وطعمه ان شاء الله كله زين وموفقه ومعانا. الله يوفقك. الله يسلمك. السنعه وين السنعه؟ السلام عليكم. وان شاء الله السنعه دايم. الله يقويك. وش تصلحين يا امي؟ الله يقويك. يعطيك الصحة والعافية. موفقة يا امي. الله يسعدك. بيض الله وجهك. شكرا يا امي. والان عندي مزرعة في السر مسويها هناك حتكون للقصيم والشقرة والدوادمي يصير التوزيع في المناطق هذه. اي عندنا تقريبا ما في مزرعة عندها 45 منتج في نفس المكان. الا خضار وتمور. ان شاء الله. وين يوزع التاجر؟ في الرياض. الرياض والخرج. ليش ما فيه هنية ولا ما؟ هذا الشاب يقول انا ان شاء الله بتولى عملية التوظيف. ها؟ شجعوه. احنا بالمكتب جاهزين. اهم شيء السعر يكون له. ان شاء الله. وفق دكتور دايس. حياك الله. رجعت ثاني. هلا. كل زين. وش هذا؟ هذا الله. لا والله. قهوة طحينة. من ايش اسمه؟ من التمر ولا لا؟ من حبس التمر ولا قهوة؟ لا قهوة عادية. من وين انت؟ منية؟ من جهة. الله يقويك. حييك. على ان شاء الله الله يوفقك ويساعد. انتاجك وطني هنية. اي نعم اي نعم. وين مصنعكم فيه؟ اي نفسه يصير منتجاتنا. موفق. الله يحييك. فيها مخلوطة جاهزة. جاهزة مجرد تلقمها. بس ايش اسمه؟ يعني وش فرقها عن اللي في السوق؟ والله نحن نغسلها طبعا. غسلها وننظفها من الشوائب كلها زي كذا هرري وهيل امريكي وزعفران. ما تسوي شعير؟ لا شعير. تحط فيها سعر؟ كم سعرها زي هذا؟ هذه كيلو 60 ريال. في عندنا زي كذا عروض وفي عرض هذا خاص بالمهرجان. الله يحييك. بيض الله وجهك. والسلام على معلم البشرية القائل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وخير بداية آيات عطرة يتلوها على مسامعكم الطالب حازم شكاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الحفل الكريم، مرحبا بكم في هذا المهرجان المميز بكل ما فيه. مرحبا، أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا بكم في شقراء، شقراء التي اشتهرت بخيراتها وولائها وتطورها ونهضتها. التمور أيها الحفل الكريم، وما أدراك ما التمور؟ التمر مبارك، هو طعام النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه: بيت لا تمر فيه جياع أو جاع أهله. التمر أيها الحفل الكريم علاج للأمراض. يقول النبي الكريم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. التمر يحنك به المولود ويعالج به المهموم. قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، إلى أن قال: فكلي واشربي وقري عينا. أيها الحفل الكريم، النخل، وما أدراك ما النخل؟ النخل مبارك، فقد شبه النبي الكريم المؤمن بالنخلة لما فيه من الخير والنماء والبركة. النخلة هي الشجرة الوحيدة التي لا يسقط ورقها، قال سبحانه وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل ذات الأكمام. أيها الحفل الكريم، في شقراء هذه من الذكريات التي نذكرها أن الناس إذا جاء وقت الصرام كانت تسعد وتفرح بقدوم وقت الصرام، ولهذا قيل: إذا جاء الصرام فالناس كلهم كرام، فيتسابق الناس للحيطان زروفات ووحدانا، فمن كان فقيرا فإنه يشتري نخلة، وإن كان من متوسط الحال فإنه يشتري سطرا، وإن كان ثريا اشترى حائطا، والمقصود هو شراء الثمرة، فيصرمون ويأكلون ويتصدقون ويشكرون. هذه المحافظة الجميلة الرائعة من أميز وأشهر المحافظات في إنتاج التمور، وخصوصاً الخلاص، ولهذا سميت أحد أنواع التمور بالشقراء. الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، باسم غرفة الرياض وبلدية شقراء، يسرنا ويسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب، ونشكر لكم جميل وكريم تشريفكم. الإخوة الحضور، تأكيداً لتوجيهات حكومة المملكة العربية السعودية في دعم محافظات هذا الوطن الغالي، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر أمير منطقة الرياض بإقامة هذا المهرجان الثاني للتمور، بهدف إبراز الميزة النسبية لشقراء وتشجيع رجال الأعمال والمزارعين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، مما ينعكس في تنمية المحافظة تجارياً واجتماعياً وسياحياً، في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاهم الله جميعاً. أيها الحفل الكريم، إيماناً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل للجهات الحكومية المشاركة وللرعاة الذين كان لهم الفضل بعد الله في إظهار هذا المهرجان بهذه الصورة الرائعة الجميلة، فكان حقاً علينا أن نشكرهم وأن نكرمهم وأن ندعو لهم بالتوفيق والتسديد والإعانة، فجزاهم الله خيراً جميعاً على ما أتحفون به في هذه الليلة المباركة. ونستأذن سعادة محافظ شقراء الأستاذ عادل البواردي والمهندس عبد المحسن الحمادي رئيس البلدية والأستاذ رائد الصعب مدير الغرفة التجارية التوجه للمنصة لتكريم الرعاة لهذا المهرجان الطيب المبارك.
نبدأ أولاً بالرعاة الاستراتيجيون. أولاً شركة الجميح القابضة. شركة الرقيب القابضة. سعادة المهندس عبد الرحمن البواردي. الشركة الوطنية للتنمية الزراعية. الرعاة الذهبيون. شركة عبد العزيز إبراهيم الفاضل وإخوانه. الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر. الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر. شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات. الشيخ محمد بن عبد الله الرقيب. الشيخ محمد بن عبد الله الرقيب. شركة عبد الرحمن بن محمد المقحم التجارية. الشيخ حاتم بن فهد الشمري. الأستاذ أحمد بن عبد العزيز العيد. لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لرعاة الضيافة والجوائز، وهم شركة رطاب للتمور، مزرعة عبد الله بسليمان الحماد الرفيعة، مستوصف المهيدف الطبي بشقرة، شركة المراعي، مصنع مياه فيات بشقرة، شركة أحلى هلا بشقرة، مجمع عيادات المترف، مؤسسة أليم للوجبات، مؤسسة يوسف بن حسن، مجمع ركن عباس الطبي. وأخيرا تتشرف اللجنة المنظمة بتقديم هدايا، وهي عبارة عن تمور فاخرة لسعادة محافظ شقرة، هدية من راعي الضيافة شركة رطاب للتمور. نكرر الشكر والتقدير والثناء والدعاء لسعادة محافظ شقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الشكر لله، ثم لقيادة الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظ الله خادم الحرمين الشريفين مولاي الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسيدي صاحب السمو وزير الداخلية وسيدي أمير الرياض ونائبهم وحفظهم الله جميعا. نسعد بهذا اليوم الجميل في هذا الجو الرائع لإقامة هذا المهرجان التمور لهذه الفترة التي لربما بعض الأخوة يستغربون هذا الوقت، وإحنا حقيقة الفكرة تبلورت عندي ووجهت لسعادة مدير الغرفة في شقرة والزراعة أن احنا نقيم هذا المهرجان بهذا الوقت لقربه من موسم رمضان المبارك، وبطريقة التمر الموجود ليس هو مع إقامة هذا المهرجان لتسويق أكثر بما هو تعريف بمنتجات شقرة ومحافظتها ومراكزها. الحقيقة هي تعتبر شقرة محافظة، هي وردة ومراكزها هي أوراق الوردة.
احنا سعينا في هذا اليوم المبارك ان احنا نقيم هذا المهرجان بموافقة سيدي صاحب السمو الملكي امير رياض حفظه الله. لجميع من اراد يشارك من هذه المحافظة ومراكزها او خارجها نرحب به ونسعد بوجوده بيننا، ونقيم هذا المهرجان لتعريف الاخوان بمنتجات هذه الشجرة المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، ولرؤية سيدي صاحب السمو أدام الله حياته وحفظه وسدد خطاه لرؤية 2030 أن المملكة تكون أكبر مصدر للعالم من التمور، بحيث إن شاء الله نحن إن شاء الله نسعى نكون مصدرين الأوائل على مستوى العالم. لكن نرجو من الجميع من الأخوة المزارعين أن يتعاونون مع فرع وزارة الزراعة والمياه لتقديم الخدمات والمساعدة للترشيد في استهلاك المياه. نحن على حقيقة أهم ما لدى الحكومة الرصيدة هو التوفير في استهلاك المياه ومحاربة السوسة بالطرق السليمة التي هي حسب الأنظمة أو حسب تعليمات والأنظمة وزارة الزراعة. هناك فرع حقيقة يشكر عليها سعادة مدير فرع وزارة الزراعة والمياه في شكر ما يقدمه، وهذا بداية الحقيقة. نحن نعمل الحقيقة ولا نحب أن نقول، الأعمال هي التي تتكلم، لا نتكلم عن أعمالنا، ندع الآخرين يقبلون، نقبل الرأي والرأي الآخر، والانتقاد مسموح بكل حقيقة. من لديه فكرة أو لديه ملاحظة أو لديه أي سواء من الأبناء أو البنات أو السيدات، نقبل أي شيء منتقد بكل صدر رحب، لأن احنا هذا المهرجان الثاني على مستوى شقرة، وإن شاء الله القادم أحلى، وإن شاء الله في السنين القادمة نكون نتميز بما هو أكبر وأجمل وأحسن. هو طموح تعلمناها من سيدي أدام الله حياته ولي العهد، الطموح عالي بالنسبة لي، لكني أسعى أن يكون إن شاء الله هذا الجهد كله يجير لمن قام عليه من البلدية وزارة الزراعة والغرفة التجارية. طبعا هذا كله إن شاء الله حول الله وقوته محل شكري وتقديري، ونحن نسعى كما أخبرتكم بأن نكون متميزين. التميز يا أخوان يريد العمل، العمل ثم العمل ثم العمل، لا يأتي التميز من فراغ، يأتي بالجهد جميع من شارك. ونسعى إن شاء الله أن يكون هناك لنا مشاركة نسائية في المرات القادمة، نشوف إن شاء الله النساء يشتركون في المزارع، لأن هذه لا تقتصر على الرجال، لا بد أن يكون هناك إن شاء الله مشاركة نسائية في تكون متخصصة في النخل وفي منتجات النخل وفي كل ما يتعلق بالنخلة، هذه الشجرة المباركة. وإن شاء الله تشوفون ما يسر ويسعدكم يا أخوان. شكرا لجميع من حضر، وندعو الجميع من الأخوة مملكة من أنحاء المملكة والمحافظات المجاورة بزيارتنا هنية في محافظة شقرة لهذه القاعة الجميلة وهذا الجو البديع وهذه الحقيقة الاحتفالية الجميلة المبهجة التي تسر النظر وتسر الناظرين، وتجدون إن شاء الله ما يسركم، وإن شاء الله موفقين ومعاني. وأشكر كل من أتى، وأشكر جميع من عمل من العامل إلى أكبر شخص فيها عمل لهذه المناسبة. الشكر مني موصول إلى جميع الأخوة من عاملين وعاملات، إن كان هناك عاملات أسعد بهم وإن شاء الله نسعد بهم، وهم محل تقدير وثناي، وعلى رأسي حقيقة تشرف بهم، وما أنا إلا خادم لهذا الوطن وخادم لهذه المحافظة ومراكزها. شكرا لكم يا أخوان. سعادة المهندس علي أسبيعي مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة شقرة، سعادة المهندس ما هي انطباعاتكم في افتتاح مهرجان التمور بمحافظة شقرة؟ أول شيء السلام عليكم، شكرا لجميع من بذل، شكرا لجميع من نظم، شكرا لجميع من حضر، شكرا لجميع صراحة من دعا لهذا المهرجان وفكرة إلى أن أنشئ ولله الحمد، فكل التقدير للجميع بدون استثناء. الله يعطيكم العافية، ما قصرتم، شكرا لكم.
أقول بسم الله والحمد لله، ونشكر في البداية جميع المنظمين والقائمين على ترتيب هذا المعرض. في الحقيقة هو معرض مشرف لأهالي شكراء، وجزا الله الخير القائمين عليه. وفعلا هذا المعرض يشكل يعني نواة بداية لعرض المنتجات الوطنية المتميزة في هذه المحافظة الجميلة، وخاصة في قسم التمور، يعني بالذات يعني المنطقة متميزة بالتمور في الخلاص وأنواع أخرى يعني. وهذا المهرجان بداية للانطلاقة إن شاء الله للمحلية والدولية والعالمية بإذن الله. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله يرزقكم. شكرا لكم. أول شيء أشكركم جدا على جهودكم القائمين عليها، وأشكر بلدية محافظة شقرة على هذه الجهود، وصراحة جهود جدا جدا جبارة وواضحة. للأمانة الفرصة كانت جدا ممتازة، ونشاط جدا يحتاجه محافظة شقرة، وأتمنى أنه يكون بين فترة وفترة يتكرر، لأن هذا تراث أجدادنا نحييه ونعيده بإذن الله بالأشياء الكويسة. الله يعطيك العافية ويوفقكم إن شاء الله. بصراحة قدم فرصة كبيرة يعني المنتجين التمور بشكل عام في المنطقة، مبادرة جيدة بصراحة من البلدية والقائمين على المهرجان، قدموا لنا احنا فرصة كمنتجين نعرض منتجاتنا بشكل جيد بصورة كويسة. طبعا المهرجان تنظيمه حلو، واهم شيء فيه اللي هو دخول العوائل والأسر المنتجة، ويعني المهرجان شلون اقول لك يعني جامع الاثنين، غير ان مهرجان تمور ماخذ بعد الأسر المنتجة اللي هم اللي هناك، وتنظيم جيد، والله يوفقكم ان شاء الله. الله يعطيك العافية. اولا حياك الله استاذ مجد السنيدي، انا سعيد بلقائكم هذه الليلة. دار تراث الوشم تعنى بتاريخ المملكة العربية السعودية وإقليم الوشم، ومع مهرجان التمور في شقراء لهذا العام يعني رغبت المشاركة بجناح يخص تاريخ النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية، سواء الإصدارات والمطبوعات والمؤلفات التي كتبت عن النخيل والتمور، أو النشرات التوعوية عن التمور. ولا شك أن يعني ذاكرتنا المحلية مرتبطة بالنخلة والتمر، كما هي يعني نقول الآن بعرفنا أن البترول من النعم التي أنعم الله بها علينا، فكذلك كانت النخلة هي رفيقة درب المجتمع السعودي طيلة قرون، وهكذا هي النخلة مباركة حيث ذكرت في القرآن الكريم بأنها هي الشجرة الطيبة. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم. الله يعطيك.